الشرطة يهزم الزوراء بثنائية مقابل هدف في الجولة الثانية ضمن الدور الكروي الممتاز. نتابع تصريحات الفريقين بعد المباراة. يعني شوف هذا مو لأنه انذبه برأس الحكم، لا، مهند من أحسن الحكام مو بالعراق، بالوطن العربي بآسيا، لكن يا أخي ضروري يعني شنو مريد نتطور؟ الفار ما تجيبه سبيش هذا استقطعوا من كل الأندية وحتى تجيبون الفار، مو لأنه هذا القرارات يعني تدري هاي نرفز يعني الجمهور اللاعبين الكادر الفني والإداري كلها هاي تنرفزها، فالفار مطلب احنا مو اعتراض لا علم من يمكن خيرة الحكام أربعتهم يعني حتى الحكم يعني الأداء بأول بداية كان للشرطة لكن وراها احنا أدينا شنو اللي صار؟ شفتوا مهند سوى ضربة جزاء انه اجى طرد لاعب اطل المباراة للشرطة، هاي كرة القدم، حكم دولي مع الأسف والله. الجمهور مبروك الإدارة، مبروك هذا، مبروك اللاعبين. أعتقد بعدنا بداية الموسم، صح فوز مهم على الزوراء، تعرف الزوراء فريق منافس، بس هي حالة ثلاث نقاط، احنا إن شاء الله ماشيين باية ونفس الموسم اللي فات إن شاء الله وأحسن. أول شيء الحمد لله رب العالمين، نحكي مبروك لنادي الشرطة، هذا الجمهور اللي ساندنا، نحكي هارد لك لنادي الزوراء وجمهور نادي الزوراء، تعرف ديربي كبير. بالبداية الحمد لله والشكر على الفوز، ثلاث نقاط مهمة جدا من خصم مثل فريق الزوراء، فريق كبير. الحمد لله اليوم الفريق قدم مستوى مميز خاصة بالشوط الأول، يعني كنا نقدر أنه نحسم المباراة، لكن مرات يعني ضياع الفرص سبب أنه سجل علينا هدف التعادل.